مشكلة اللعبة يا شباب. طبعا اللي ما اللعبة ما تشتغل بعض الأحيان على بعض الأحيان على الجوالات، يعني بدأت ظهر لك كلام كذا. واللي قال لكم هذا حل المشكلة، حل مشكلة الكلام اللي ظهر لك. طبعا لازم تحتاج هذا برنامج لكي باتشر، أنا أحطه لكم إن شاء الله أسفل في الوصف، أحط لكم رابطة محدث مثل ما تشوفون. إذا كيف تعرفون إذا اللعبة شغالة ولا لا؟ إذا طلع لكم هني علامة أخضر، طبعا أنا مجرب الطريقة ومسويها. طبعا كيف الطريقة؟ تضغط على اللعبة، تفعل فتح قائمة الباتشر، إنشاء ملف معدل EBK، تسوي ملف ترخيص، تضغط إعادة تطبيق، وبعدين ننتظر شوي لين ما يكمل. بعد ما يكمل يا شباب بيظهر لكم أسفل فوق، يعني بيظهر لكم ملف. أول شيء نروح نلغي تثبيت اللعبة، نلغي تثبيتها. بعد ما نلغي التثبيت، طبعا أنا مسوي طريقة، بعد ما نلغي التثبيت مال اللعبة ندخل مرة ثانية على لكي باتشر. أسوي طريقة عني سويتها. أهم شيء بعد ما نلغي التثبيت يظهر لك يظهر لك ملف فوق، تسوي تضغط عليه، تسوي عاد يعني راح تضبط، يعني طريقة مضمونة جدا. إذا ما ضبطت معاك أنا أضمنك إني بتضبط معاك إن شاء الله. مثل ما تشوفون بعد بعدين بندخل عليه اللعبة. ننتظر شوي شباب. مثل ما تشوفوا شباب شغالة، شوفوا طريقة شغالة.